روسيا بدأت بالتحرك تجاه الشرق الأوسط وبدأت تبحث عن عملية زيادة نفوذها وهيمنتها في دول مهمة للغاية مثل إيران ومثل حتى العراق. هي بدأت تفكر في العراق بشكل كبير، خاصة بعد المتغيرات السياسية التي طرأت على العملية السياسية العراقية. وهذه كلها جاءت بتفاصيل وتسريبات قادمة من سايمون ووتكنز، أحد أهم الخبراء الاقتصاديين الذين تحصلوا على تفاصيل وتسريبات من مصادر إيرانية خاصة، كتبها قبل 48 ساعة من الآن على oilprice.com. ما ذكره هنا بالنسبة وما يتعلق بالعراق وما تبحث عنه روسيا في العراق، فإن روسيا تحديدا بحسب هذه المصادر كانت قلقة تماما من عملية فوز مقتدى الصدر في الأغلبية في البرلمان العراقي، ولكن هذه الأمور قد تغيرت الآن. فالسيد مقتدى الصدر هو رافض لأي عمليات تدخل بغض النظر إذا كانت إيرانية وإذا كانت تركية أو أمريكية أو غيرها، وهو سيرفض أي عملية تدخل قادمة من روسيا. التدخل الروسي بحسب المصدر الإيراني الخاص هو أكد بأن روسيا أساسا قد سيطرت على أقليم كردستان من ناحية شركات الغاز والطاقة، هي تسيطر بهذه الطريقة بالضبط كما فعلت مع أوروبا كما نرى اليوم من عملية الغاز الطبيعي وغيرها، وكيف هي تسيطر وتضغط على العديد من الدول الأوروبية. هي بدأت بالعمل على هذا الأمر في الداخل العراقي، وكذلك المصدر الإيراني أكد بأن عملية السيطرة التي تمت على أقليم كردستان في ناحية الطاقة هي تمت في عام 2017، وبدأت تفكر في السيطرة بشكل أكبر على الداخل العراقي، وأن انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية ومن البرلمان العراقي هي جعلت روسيا تفكر الآن بشكل جدي بعملية توسيع نفوذها إلى الداخل العراقي والسيطرة على الطاقة بشكل أعلى. بل إنها أيضا كشفت بالنسبة للأويل برايس بأن روسيا الآن هي تدعم إيران في عملية احتكار مسألة الطاقة وسيطرتها على العراق في مسألة الطاقة، لأنها أعطتها نفوذا كبيرا للغاية يتفوق تماما على النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العراقي، وأن روسيا الآن هي بدأت تفكر في البناء على ما بنت عليه في داخل إيران، تريد أن تبني في العراق كما بنت في الداخل الإيراني. وعملية السيطرة بالنسبة لإيران فهي تمتلك نفوذا على مستوى الطاقة على إيران، وأيضا لديها خطة هي موجهة على إيران بشكل مباشر في الفترة القادمة. فهذا الأمر هو مرتبط وتعود القصة الخاصة به قبل عملية إبرام أي اتفاق نووي في عام 2015، عندما تم إبرام هذا الاتفاق مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. قبل هذا الأمر كانت لروسيا العديد من الجهود للتفاوض وللتعاون مع إيران، وبدأت توسع عملية اتفاقياتها وكذلك أمور الطاقة والبتروكيمياويات حتى لحظة وصول الاتفاق في عام 2015، بمساعدة طبعا كبيرة جدا قادمة من روسيا من أجل إبرام هذا الاتفاق. وبمجرد ما تم إبرام هذا الاتفاق توسعت هذه الاتفاقيات على مستوى الطاقة بين روسيا وإيران، بل إنهم وصلوا إلى مذكرة تفاهم مكونة من 22 صفحة بين روسيا وبين إيران، وهذه المذكرة كانوا على وشك عملية تنفيذها، ولكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بالانسحاب من الاتفاقية النووية في عام 2018، وهذا أدى ببساطة إلى عدم تنفيذ وعدم تطبيق هذه الاتفاقية التي تحدثنا عنها بين روسيا وبين إيران. وعلى هذا الأساس هم وصلوا إلى نقطة، لأن إيران معاقبة لا يمكن تطبيق أي شيء من هذه الاتفاقية لأنها ستعتبر مساعدة لإيران. أما الآن الأمور اختلفت في ظل الصراع الروسي مع أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل العملية العسكرية الكبيرة التي تقودها في أوكرانيا، وهذه كلها جاءت بتفاصيل من مصدر خاص إيراني كما تحدثنا موجه إلى أويل برايس، بأن الآن روسيا بدأت تهدف لتفعيل هذه الاتفاقية. وهذا المصدر الخاص هو الذي أكد بأن هذا الأمر ومناقشة هذه الاتفاقية والتفاهم وتطبيقها هو تم في الزيارة الأخيرة من قبل وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ولقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اتفقوا تماما على تطبيق وتنفيذ هذا التفاهم بغض النظر مما يجري في المفاوضات النووية، إن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في العودة إليها أو لم تنجح في هذا الأمر. بل كانت هنالك أيضا تسريبات عما جرى في هذا اللقاء الذي كان في 19 من يناير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأكدت بأن كانت هنالك عملية نقاشات كبيرة جدا قد جرت ومكثفة في عملية تسليح روسي للإيرانيين بأسلحة
لا تقلق منها فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما ألد أعداء إيران ألا وهي إسرائيل، تقلق تماما من هذا الاتفاق إذا ما تم بالفعل في ظل هذا التقارب. وهذا ما كشفه المصدر الإيراني الخاص طبعا للأويل برايس، قال كان هنالك نقاش مكثف في لقاء بوتين وإبراهيم رئيسي طبعا حول قيام روسيا مؤخرا بتزويد إيران بنظام الدفاع الصاروخي من طراز S-400 وطائرات مقاتلة من طراز السوخوي 35 وأربعة خطوط على S-400 هذه المنظومة الدفاعية. إذا ما زودت روسيا إيران بهذه المنظومة في ظل هذه الاتفاقيات والتفاهمات والتعاون وفي الصراع الكبير الذي يجري على مستوى العالم، لم تعد إيران وحدها هي التي في صراع مع الغرب وإنما روسيا والصين الآن دخلت على الخط وحتى الهند بحسب بعض الأنباء التي جاءت فيما يتعلق بمساعدتها لروسيا، وبالتالي بتوفير هذه المنظومة الدفاعية S-400 يعني ذلك بأن إيران قادرة تماما على الدفاع على منشآتها النووية بقوة كبيرة للغاية وستغطي أجوائها وستتمكن من الحفاظ على منشآتها النووية التي تقدمت كثيرا. وبالتالي وعلى هذا الأساس بالنسبة لروسيا الواضح أنها تعلمت من تجربتها مع أوروبا في مسألة الغاز وفي الضغط الذي تضغط عليه طبعا على أوروبا على ألمانيا على هنغاريا، هي تتعامل معهم بالطريقة التي تريدها، تريدهم أن يدفعوا بالروبل الروسي، تريد أن تنسحب، تريد أن تقطع الغاز، هي ستؤثر على الغرب وعلى مواقف الغرب. نفس الشيء هنا، تريد أن تزيد نفوذها على مستوى الطاقة في إيران، دعنا نسيطر في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة التي جرت وكذلك النفوذ الإيراني الكبير الذي يزداد شيئا فشيئا على الداخل العراقي، لنأخذ نفوذا أيضا في الداخل العراقي مع أيضا أهمية وقضية مهمة جدا بالنسبة لروسيا، وعلينا ألا ننسى أنها تسيطر أيضا على البحر المتوسط على السواحل السورية بهذا الاتجاه بالكامل، وبالتالي هي تمتلك قوة كبيرة ونفوذ عالي وهي صاحبة الكلمة العليا في هذه البلدان إذا ما تمكنت طبعا من خلال هذا التحرك والتفاصيل القادمة من أويل برايس. وعلينا أن لا ننسى أيضا هي اقتربت كثيرا من مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع دول الخليج في مسائل الطاقة في الفترة الأخيرة في ظل التغيرات وتعاقب الإدارات الأمريكية وتغير مواقفها مع الخليج، استغلت هذا الأمر وهنالك أنباء غير سارة أبدا للرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل هذا التقارب وفي ظل هذه الخطط وفي ظل أيضا أنباء مثيرة للغاية جاءت بتسريب وليس بتسريب حقيقة وإنما مقطع صور من قبل الصحفيين بهذا الشكل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يقاطع وبسرعة كبيرة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قاطعهم بهذه الطريقة وقال بأنني كنت على الهاتف مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وقد أبلغني بأنهم لن يتمكنوا من رفع عملية إنتاج النفط ولكن المملكة العربية السعودية قادرة بمساعدتنا في رفع إنتاج النفط ولكن ب150,000 برميل للنفط فقط لمدة 6 أشهر على الأقل. وعلى هذا الأساس هذه أخبار سيئة للغاية للرئيس الأمريكي جو بايدن لأن هذا يعني بأن رحلته القادمة إلى المملكة العربية السعودية لن تكون ناجحة ولن يكون هنالك زيادة في إنتاج النفط وهذا يعني ازديادا في عملية الضغط الكبيرة التي يتعرض لها العالم مع زيادة الأسعار، الأسعار تزداد وتزداد، نتحدث هنا عن عملية أسعار النفط حتى ظهر هذا اليوم نتحدث عن الخام وخام النفط كما تلاحظ أن هنالك ارتفاع عن هذا الجراف طبعا الذي تلاحظونه هو يسير بهذا الشكل لمدة عام كامل، هذا قياس عام كامل، نلاحظ أن هنالك ارتفاعا بالنسبة لخام النفط وكذلك بالنسبة لبرنت النفط أو الخام البرنت بهذا الشكل، تلاحظونه بأن لمدة عام كيف هو ارتفع وكيف ارتفع بهذا الاتجاه وهو في عملية ارتفاع كبيرة وصل إلى 118 أو أكثر من 118 دولارا، وبالتالي الأسعار تنتفخ وترتفع، بل أن The Conference Board قد كشف التفاصيل الخطيرة جدا من مؤشرات اقتصادية في الداخل وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت بأن مؤشر ثقة المستهلك وثقة المواطن الأمريكي في شراء البضائع وعملية الاستقرار في الداخل الأمريكي قد انخفضت بشكل كبير، حتى مؤشر مهم جدا وهو مؤشر التوقعات للمستهلك على المستوى وعلى الأمد القصير
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا في قلق كبير للغاية بحسب The Conference Board والتي وثقتها تماما وكالة رويترز. ولاحظ ما الذي قالته وكالة رويترز على هذا الأساس: تراجع مؤشر التوقعات الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4، وهو أدنى مستوى منذ آذار 2013 نزولا من 73.7 في آيار. ولهذا السبب نحن وجدنا وحقيقة أيضا لين فرانكو وهي مديرة المؤشرات الاقتصادية في The Conference Board في واشنطن، هي على أساس هذه المعلومات تحدثت وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إيجاد مخارج للطاقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من عام 2022 ستكون في مشكلة حقيقية للغاية، وأن نهاية هذا العام ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية ركودا اقتصاديا واضحا وكبيرا ومؤثرا على الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس لاحظنا بأن الجي 7 أو مجموعة الدول السبع عند اجتماعاتهم تم تسريب العديد من الأمور من هذه الاجتماعات من التصريحات، واحدة من الأمور أنهم أصدروا بيانا متعلقا في قضية الاتفاقية النووية والعودة إليها، بل إن قبل 48 ساعة كانت هنالك تصريحات إلى أحد المرافقين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتحدث بأننا بدأنا ندرس مسألة الاستفادة من الطاقة الإيرانية والطاقة الفنزويلية، ويجب علينا أن ننجح بالعودة إلى الاتفاقية النووية وغيرها، لأن الأمور في الشرق الأوسط ليست سهلة وليس هنالك بدائل للطاقة، ونحن متوجهين بالعموم إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا إلى مشكلة على مستوى الطاقة خطيرة للغاية. وعلى هذا الأساس فإن أوروبا ومجموعة الدول السبع هي بإمكانها فعلا العودة للمفاوضات النووية والنجاح في الحصول على الطاقة الإيرانية، الأمر مفتوح وواضح وموجود ومتاح من خلال هذه المفاوضات التي بدأت، وجاءت هذه الصورة كما ترون للمنسق الأوروبي أندريكي مورا الذي التقى بكبير المفاوضين الإيراني علي باقري، والنقاشات بدأت في العاصمة القطرية الدوحة من أجل العودة للاتفاقية النووية، من الممكن أن يقوموا ببعض التنازلات للوصول إلى هذا الاتفاق، وذلك قد يكون مفيدا للغاية بالنسبة على سبيل المثال لإيران لأنها ستتحصل على الفوائد الاقتصادية من هذا الاتفاق، سيكون هنالك رفعا للعقوبات، وكذلك إيران ستتخلص من مسألة الانفجارات الكبيرة التي تتعرض إليها. على سبيل المثال كان هنالك انفجارا اليوم في قم في إحدى المجمعات الصناعية كما تلاحظون، انفجارا كبيرا للغاية، الأوساط الإيرانية والصحف الإيرانية تحدثت بأن هذا الانفجار حتى اليوم أدى إلى عملية مقتل 5 وجرح 8، هنالك اغتيالات للعلماء النوويين، اغتيالات لضباط الحرس الثوري الإيراني، من الممكن لكل هذه التفاصيل أن تنتهي بالنسبة لإيران إذا ما وصلت إلى اتفاق نووي، وكذلك هو سيكون مفيدا هذا الاتفاق بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لأنها أيضا ستحصل على النفط وعلى الطاقة وستستقر الأسواق بشكل كبير، وأيضا في نفس الوقت بالنسبة لأوروبا هي ستتمكن والعالم من منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، وبالتالي هي ستكون win-win situation، سيكون موقف رابح للجميع بكل تأكيد. وهذه طبعا القضية قد تكون مهمة جدا لإيران وللعالم بأكمله، ولكن حتى هذه اللحظة ليس واضحا كيف لإيران من الممكن أن تقبل بمثل هذه المفاوضات، خاصة وأن إيران تحركت تجاه مجموعة بريكس التي تلاحظونها والتي أكبر دولها وأكبر الدول المهمة التي نتحدث عنها اليوم هي روسيا وكذلك الصين في ظل التعاون الذي نتحدث عنه، وبالتالي بالنسبة لروسيا حتى هذه اللحظة ليس هنالك اتفاقا، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تحت الضغط وهي تستغل كل هذا الضغط الكبير وانشغال أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في عملية تقدمها العسكري، في عمليتها العسكرية إلى الداخل الأوكراني كما تلاحظون هنا في معهد الحرب للدراسات الحرب، طبعا هو مناطق السيطرة بالنسبة للقوات الروسية هي باللون الأحمر، أكد هذا المعهد تقدما مستمرا للقوات الروسية إلى شرق أوكراني، إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة فإن ليسشانسك تشهد الكثير من التقدم بالنسبة للقوات الروسية، والتقدم مؤثر للغاية وبوتيرة حقيقة سريعة مقارنة بالفترة الماضية. إذا ما توجهنا هنا إلى شرق أوكرانيا هنا كما تلاحظون هذه هي الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، وهنا في لتشانسك التطور يأتي كبيرا للغاية للقوات الروسية. دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنعرف التفاصيل التي جرت
الطائرات خلال 48 ساعة الماضية، والتي أيضا وثقتها ساوث فرونت الروسية. أعطت تفاصيلا عن طبيعة التقدم الذي جاء بالنسبة للقوات الروسية. الآن بالنسبة للقوات الأوكرانية، هي موجودة في ليسشانسك كما تلاحظون هنا في هذا الاتجاه، وكانت هي موجودة في هذه المنطقة ألا وهي فوفوكياريفكا بهذا الاتجاه، وكذلك هي موجودة في هذه المناطق التي تلاحظونها، وتمتلك هي طريقا ممتدا بهذه المنطقة، وكذلك بريفيليا تمتلك أيضا طريقا يمتد بهذا الاتجاه، وهي تأتي محاذية إلى نهر سيفريسكي دونتس. هذا هو سيفريسكي دونتس، النهر المهم للغاية الذي طبعا فيه الكثير من الاستراتيجيات والطرق الحربية التي تستخدمها القوات الروسية والقوات الأوكرانية. الروس طبعا سيطروا على سيفيرودونيتسك هنا بهذا الاتجاه، وهم يضغطون في العديد من الاتجاهات كما تلاحظون بهذا الشكل. الآن ما ثبتته ساوث فرونت الروسية وكذلك معهد دراسات الحرب بأن القوات الروسية قد استطاعت من التقدم إلى هذه المدن الصناعية الموجودة إلى شرق ليسشانسك، بل إنها بدأت تضغط بهذه الاتجاهات وتمكنت من السيطرة أيضا على فوفوكياريفكا بهذا الاتجاه، وتمكنت والآن بدأت بعملية الضغط على هذا المصفى، وهو مصفى للنفط تابع إلى ليسشانسك، والواضح جدا بأنه آخر النقاط مع الحدود الإدارية كما تلاحظون هنا للوغانسك. هذه آخر نقطة بالنسبة للقوات الأوكرانية وتواجدها. الآن القوات الروسية تضغط كثيرا على هذه المنطقة، بل إنها أيضا تمكنت من التحرك بشكل استراتيجي مثير. تمكنت القوات الروسية من التقدم إلى هذه المنطقة المرتفعة التي ترونها، هي منطقة مرتفعة على كل هذه المناطق التي تأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي هي أصبحت لديها سيطرة نارية على مصنع الزجاج هنا الذي تلاحظونه، وهو مصنع طبعا تتواجد فيه وتتحصن فيه القوات الأوكرانية. أصبحت لديها سيطرة نارية بهذا الاتجاه، سيطرة نارية على القرى الموجودة هنا تحت هذا المرتفع بعد سيطرة القوات الروسية طبعا، وكذلك أصبحت لديها سيطرة نارية على هذا الطريق الممتد الذي تستخدمه القوات الأوكرانية في عملية الإمداد إلى داخل ليسشانسك. أصبح تحت الخطر هذا الطريق، بل إن أيضا الطريق الممتد من بريفيليا بهذا الاتجاه الذي قد يكون بديلا لعملية الدعم الذي ممكن أن يأتي للقوات الأوكرانية مثلا على سبيل المثال بهذا الاتجاه إلى بريفيليا وينطلق طبعا إلى ليسشانسك، إلا أن القوات الروسية بوجودها هنا عبر نهر سيفريسكي دونتس هو يضع المنطقة تحت الخطر، ويضع هذا الطريق تحت الخطر وتحت السيطرة النارية الروسية. وبالتالي كما نلاحظ شيئا فشيئا بدأ الإغلاق مع السيطرة على فوفوكياريفكا وعلى هذه المنطقة المرتفعة. من الممكن إذا ما سيطروا على هذا المصفى سيعني السيطرة على هذا الطريق تماما ومحاصرة القوات الأوكرانية بالكامل في ليسشانسك، ستكون اللحظات الأخيرة لتواجد القوات الأوكرانية في طبعا لوغانسك، وبالتالي القوات الروسية ستسيطر على هذا الموقف. وبالتالي نحن فعلا أمام حرب كبيرة للغاية تجري على مستوى الطاقة وعلى مستوى شرق أوكرانيا، وتظل الأسئلة كيف من الممكن لروسيا، وهل من الممكن لروسيا أن تنجح في مخططاتها التي كشفتها أويل برايس تحديدا في الشرق الأوسط.